عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن حال. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان. الا كنتوا باقيين ما شاركتوش في القناه، شاركوا فيها، فعلوا جرس باش بقاو تشوفوا الفيديوهات ديالي، وشيروا ديروا شير الفيديو مع صحباتكم، ديروا لايك وخليوا لي تعليق. يلا خليكم مع الفيديو. من بعد ما فطرت الدراري، فطرت حتى انايا وجمعت شويه الدنيا، وجيت بغيت نجاوبكم على شي اسئله اللي كيجوني في القناه وكيجوني كذلك في الانستغرام. هما جوج اسئله، واحد كيسولوني كيقولي ايمان شنو كديري لوجهك، والسؤال الثاني كيسولوني على حوايج. بصراحه هذا السؤال شحال هذا كان كيطرح، ولكن يعني ما كتجيش فرصه باش نوري لكم بشكل مباشر. كنجاوب هكا، جاوبت في فلوغات هكا بشكل يعني مختصر، المهم ما كنجاوبش يعني بالضبط. المهم اول حاجه غادي نجاوبكم عليها هي حواجبي. كيسولوني ايمان كيفاش كتراسي حواجبك. كما كتلاحظوا دابا انا ما ندير لهم والو. انا حواجبي شابين، ما يعني لما يعني ما تراسيتوش ما يبانوش، خاصه مع الاضاءه. بعض الوقت مع الاضاءه شوف هاد الحوايج، الحاجه كيبان غابر وهذا كيبان غير شويه، كيبان شويه ناصح، مع الاضاءه ضربه ليله تجي. كنت هاد المره حطيت في الانستغرام التصاور ديالي فاش كنت صغيره، واحد الاخت كتبت لي تعليق اي ايمان هي انت اصلا شهبه، قالت لي حيتاش ملي كنت كنشوف تصاورك كيسحاب لي مشهبه حواجبك. لا انا مشهبهش حواجبي، حواجبي اصلا هذا اللون ديالهم ما ناصحينش. ما عرفتش هذه ميزه ولا حاجه خايبه. المهم الحمد لله، الحاجه اللي كتعجبني فيهم هو انني كنقدر نتراسي باي شكل بغيت. انا حواجبي عمرني ما قصهم، يعني ما كنقادهمش. فكانت اول مره عن اتقاسو اخر مره في العرس ديالي، الله يديها الكوافوره اللي كانت دات لي المكياج ديال العرس. قالت لي ضروري 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 خصك تقاديهم، قالت لي بهاد الجمله حواجبك حالتهم. وانا يا حواجبي عاوتاني راه مقادين، مع عند الله جابوا البنات ما قرب لكم، راه هكا غادي نخط بحال. وهي قالت لي بحالتهم، كنقول هادي اش كتقول، وانا مع كنت باقا صغيره وحشمت، قلت لها صافي ديري اللي بغيتي. ومن بعد ندمت معها حملت راسي. المهم البنات، دابا نشارك معكم انا شنو كندير لحواجبي. نقول لكم التاريخ وكاع اي حاجه درتها، كانت يعني من اللي بديت القناه كانت لها نتيجه زوينه، وكانت كنت تسولي ماش كديري حواجبك. هو الحواجب ماشي شنو كديري لهم، الطريقه كيفاش كتراسيهم هو المهم. انا كنت كندير البنات مده، وانا كنت كندير هذا راه كنت هضرت لكم عليه في واحد الفيديو، قلت لكم كيفاش تقدروا تحافظوا عليه. المهم كنت هضرت لكم عليه، فيه شي حاجه كتعمرني كنحسو كيعمرني. هذا زوين البنات، كيطلع الحواجب زوينين. هذا كنديرو الا كنت مثلا غدا شي حفله ولا شي حاجه ضروري كنديرو، يعني لحد الان باقا كنديرو. الا كتغدا شي حفله ولا شي حاجه ديما كناخذ اللون ديال حواجبي، ما كناخذش اللون ناصح لحواجبي، حيت الا درت اللون ناصح لحواجبي راه ما كيجيش معايا، ما انا ما كيعجبنيش راسي وما كيبانوش طبيعيين. يعني واحد ديما يدير اللون ديال حواجبو باش يبانو حواجبو طبيعيين. داكشي اش كتلاحظوا في الفيديو ديالي، علاش كيسولوني ايمان اش كديري حواجبك. المهم هذه راه كنقيسها كطليني. هذا الا بقى محلول راه كينشف، فردوا البال من هذه القضيه. ديما عودوا البنات اللي يديروا هذا، ديما شنو ديروا تاخذوا منه وتحطوا هكايا في يديكم، وتبقاو تهزوا من يديكم وديروا. هذه يعني بالنسبه للبنات اللي كيديروا بحال هذا، ولا اللي باغيين ياخذوا بحال هذا، صراحه هو زوين طلعني. من بعد مابقاش كنديروا يعني في الحياه اليوميه، النهار العادي مثلا غدا خارجه مابقاش كنبغي ندير هذا. علاش؟ حيتاش كانت جات عندي واحد السيده تحيه مني ليها، واحد متتبعه غزاله الاخت فوزيه، تحيه ليها. كانت جات عندي دات عندي الحنه، المهم انا كنتشارك معكم فاش جات عندي، وهي راه خدامه كوافوره وخدامه في الصالون. قالت لي ايمان نصحك ملي درنا على شي ديال الحواجب، قالت لي ايمان، قلت لها شنو كندير، قالت لي هذا زوين ولكن نصحك ما تبقايش ديري في حياتك اليوميه، حيت كيكون هادشي اللي كيكون عباره عن كريم ولا قلم كيسد المسامات ديال الحواجب، وما كيبقاوش الحواجب يلقاو في نفسو كيبداو يطيحوا، وما كي يعني بحال ما كي يعني كيطيحوا لك الحواجب، وحواجب ما كيقلالوا لك كثر، كراو يا كثر مما هما قلال.
فعاد كندير في الايام العاديه ما بقيتش كنديرو. انا نقولكم علاش عاد كندير. والصراحه فعلا فعلا ملي ما بقيتش كنديرو حسيت بالحواجب ديالي بحال ناضو صراحه، حيت انا كانوا حواجبي اقل من هكا ملي كنت كنديرو، يعني كانوا خفاف بزاف. اش عاد كندير؟ عاد كندير هاد اي شادو. الاي شادو والصراحه هي اللي قالت لي، قالت لي ايمان عودي ديري اي شادو. هاد اللون المارو هذا اللي كندير حتى هو باللون ديال حواجبي. وكنستعمل هاد الشيتا، ها هي هاد الناس شو هادي الشيتا اللي كنستخدم. شو كتكون رقيقه، شوفوا من الجنب كيفاش دايره، وكتكون هكا مايله، كنصايب الحواجب زوين. المهم هذا هو اللي كندير حاليا، يعني لحد اخر فيديو شوني فيه من قبل من هذا الفيديو، راه هذا هو اللي كندير. فالفيديو اخر فيديو شوني كنت مشيت للوارمات، فاش كنت قبل ما يمشي بابا كنت مشيت للوارمات ولقيت هذا، كانوا كنت شفت شي ناس شكرو و طلعتني. المهم كانوا شي ناس شكرو ولقيت ان فيه كيس كيبقى يومين فخديته. ولكن البنات ما كاين لا يومين لا والو، راه جيت توضيت غسلت وجهي مشى مابقاش. يعني الا غسلتي وجهك راه غيمشي يومين. الناس اللي معايا توضاو معايا مع غسلوا وجههم مع ضلوا النهار كلهم وجههم ما غاسلينوش، راه ما كيبقاش يومين، لانني جربته ما بقاش ليا يومين. المهم غنوريكم كيفاش داير. غير هو عجبني في الخدمه ديالو اللون، حتى راه كنت درت واحد الستوري في الانستغرام وقلت للبنات، قلت لهم هذا اللون خديته خفتو ما يجينيش باللون ديال حواجبي، جاني بحال ما عرفت جاني بحال مختلف شويه. ملي جيت لقيتو بالعكس، لقيتو اللون ديال حواجبي نيشان صافي. ها هو باش ما يعجبنيش الشتا ديالتو غليظه شويه. شو هذه الشتا ديالو، انا ما عتقدرش نخدم بها بالطريقه اللي انا كنخدم بها حواجبي. فا ودي كتجي معاه حتى هادي، هادي باش كتمشطي، هادي راه مزيان تكون عندك تايم ملي كتكونوا كتقادو حواجبكم، حتى كتقادوهم وكتمشطوهم بحال كتعطيهم واحد لفي ديال انهم يعني دياولك يعني ما مطراسينش. فانا فاش استخدمت هذا استخدمت معاه هادي، غنجربو ليكم نيت باش تشوفوه، ولكن عنو لكم الطريقه كيفاش كنطراسي حواجبي. بحال وين خاصني نمشي للمرايا، حيت انا مع الضو راه ما كيبانو ليا حتى شي حاجه، نمشي نشوف في المرايا وتشوفوني غير من الجنب. واقيلا ما عرفتش كيفاش غادي ندير، تنقاد الكاميرا، نحاول نقاد الكاميرا باش تشوفوني ونشوف انا في المرايا، ما نشوفش في التليفون ونقاد. البنات واش كيبان لكم دابا مزيان؟ المهم درت هنايا الكريم، درتو غير في راسي لهذا. دائما كنبدا من هاد الجنب، هاد الجنب الرقيق هذا هو اللي كنبدا به داكشي اللي كاين في الشتاء، بحال داك تكون عامره كنبدا به. نتمنى ما يطيحش التليفون. المهم كنبدا بهاد الجنب كما كتلاحظوا، شو كنحاول تما غاده وكنشكل انا حواجبي. انا ما كنديرش هذيك الرسمه ديال الحواجب عاد كنعمر، انا ديال طريقتي كنبقى غاده وكنشكل وكنعمر، بحال حيت الشتا كتبقى غاده وكتخوى وكتبهات لهاد الجهه. كنحاول نبقى يعني الشتا بحد عامر، كنحاول نقاد غير هاد الجناب باش منين نوصل هنا تكون خاويه ما تكونش عامره بزاف. وكما كتلاحظوا ملي كنطراسي راه ما كنورقش، يعني كنبقى شويه، وخصوصا ملي كنوصل لهاد الجنب كنخف يدي كتر، لان هذا ما خصوش يكون طراسي بزاف. دابا راه تقريبا راه تقاد، نحاول شويه صافي.
مهم الا كانت غادا خارجه عادي كنحاول نديرو مغاربه ديال الروك، الروك ديال الحوايج بلاديين يعني ولا كانت مثلا غادا شي حفله شي حاجه، بعض المرات كتشتاق ليا كنقدر نزيد نعرضهم، الا شقات ليا كنقدر نزيد نعرضهم. المهم كما لاحظتوا راه تبعت غير حواجبي، تبعت الفصاله ديال حواجبي، هادي حواجبي يعني الفصاله ديال حواجبي، وهذه هي الميزه اللي كتكون الا كنتو عندكم حواجبكم خفاف وما كتكيسوش بزاف، غالبا كتقدروا ديروا واحد الشكل اللي يناسب وجهكم، وغالبا الفصاله اللي كتكون في حواجبكم هي اللي كتكون مناسبه وجهكم. من بعد ما كتساليو تقدروا تاخذوا هذا وتنشطوا به حواجبكم. شو الفرق؟ قررت انني ندير هذه الحاجه بهذا الاي شادو اللي قلت لكم باش تشوفوا كيفاش هو كيجي وكيفاش كنخدم به، يعني نفس المهم بعد تشوفوا كيفاش نخدم به. كنعمر حتى هي الشيته بحالك. هو لقيتو اي شادو اللي كيكون فيه ما يكونش فيه الجليتر حسن صراحه، هذا عندي فيه شويه النسبه ديال الجليتر، ولكن هو اللي باللون ديال حواجبي. صافي كنعمر الشيته بحالك او كندير نفس الطريقه كما تلاحظوا، كنبدا من الجنب ها الى عاودتو خديتو من هنا حاولوا تبداو من الجنب وثاني ما تمشيوش للوسط نيشان. وكما لاحظتوا هذا ديال الاي شادو كيجيني ساهل، غادي غير كنكملو يعني كيجيني ساهل في التراساج ديالو وكيجي زوين. هما البنات كي جات النتيجه سهنك سهنك. المهم شاركت معكم كيفاش تراسيت بهذا في هذا اليمني هذا واش اي شادو بهذا. دابا نهضر لكم على اشنو كندير لوجهي. البنات اللي سولوني ايمان اشنو كدير وجهك، سبق لي شحال هذه من اوائل القناه ديالي كنشارك معكم واحد الروتين كيفاش كنعتني بالوجه ديالي، وكنت قلت لكم انني كندير المنتجات ديال فوريفر هما اللي متبعهم لوجهي. صراحه فعلا لحد الان باقا هما اللي متبع لوجهي لانهم اللي كيعطيوني النتيجه وكنثق فيهم وكتعجبني النتيجه اللي كيعطيو. وعن تجربه يعني صراحه ما عندي ما نقول على المنتجات ديال فوريفر، 10 على 10 زوينين، كيصايبوا البشره كيصايبوا الوجه كيعطيو واحد الاشراقه زوينه بزاف. هذاك المنتجات اللي كنشارك معكم في هذاك الفيديو قلت لكم هذوك هما اللي كنتبعوا في هذاك الوقت، شي منتجات فيهم ما بقيتش كنديرهم يعني بحال كشي حاجه تقادت ليا. وحتى فوريفر مره كيخرج الجديد فكنغنجرب الجديد ديالو فكنلقاه هو زوين الصراحه. الحاجه الوحيده اللي عمرني ما حيدتها واللي هي هاد الصابونه ديال فوريفر ديال افوكادو، رائعه جدا رائعه ما عندي ما نقول عليها. عرفتي البنات هذه على اشراقه كدير في الوجه من بعد ما كتغسلي بها
حتي كتنور الوجه، كتنور يعني في اللحظه فاش يلاه كتغسلي كتشوفي وجهك، كيبان لك وجهك تنقى 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 ومزيان، وكيعجبك واحد الاشراقه في وجهك رائعه جدا. يعني تما صحباتي اللي جربوها عجبتهم، كانت صاحبتي نعيمه كنت ديت لها وحده مكثرتني عجبتني وجاتني النتيجه ديالها زوينه، عطيتها وحده قلت لها غير جربيها وردي لي الاخبار، وجربتها وعجبتها بزاف. من بعد تقادت لها قالت لي ايمان جيبي لي الصابونه جيبي لي الصابونه، حفتي صراحه زوينه 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 بزاف. هي اللي كندير، هي اللي كنغسل بها وجهي. كنت واحد السكراب شاركته معكم هو اللي تقاد لي، مابقاش كنديرو، كنشاركته معكم في هذاك الفيديو. دابا حاليا في بلاصه داك السكراب عاد كندير هذا، هو اللي عاد السكراب اللي عاد كنستخدم هذا الزرق، سموتين اكسفولياتر. هذا حتى هو يعني نوري لكم حتى هو سكراب، باش عجبني هذا. الحبيبات ديالو رقيقه زوين، يعني ملي كديري على وجهك ما كتحسيش بيه كيجرح لك وجهك. نوريكم واحد السكراب كدات واحد يعني كان جاني كادو، وصراحه شوفوا الحبات ديالو قداش، حتى هذا حرش 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 بزاف على الوجه. ما كنديروش يعني دايره مع شي ثلاث مرات هكاك، ما كنديروش. كتجربت معكم شي حوايج اخرى بحال مثلا هذا جربته معكم في داك الفيديو عجبني، ولكن ما كنتبعوش ما كنديروش بزاف. اللي متبعه انا هو هذا هو اللي كندير انا، هو اللي كندير صراحه زوين. الحبيبات ديالو رقيقه وزوينه صراحه، كنحس به ما كيضرش الوجه ملي كتديري. هذا هو السكراب اللي كندير. الماسك باقا كندير مره كندير هذا. هذا زوين صراحه زوين، كتحسي به كيجبد لك الوجه، حتى كيجبد لك الوجه ملي كديري وملي كتغسلي وجهك كتحسي بوجهك بقى بحال مشدود، يعني صراحه زوين عجبني كيعجبني. الكريم اللي كندير به موسترايزر اللي كنديرو اللي كندهن به هو هذا، باقا هو اللي كندير اللي وريتكم في الفيديو، هو اللي باقا كندير ها هو، راه كان يعني كيتقاد عليا وكنعاود ناخذ واحد اخر. البنات انا راه المنتج ديال فوريفر اصلا مشاركه مع فوريفر، يعني كنبيعهم، فراه ديما كيكونوا عندي في الظهر، فملي كتقاد شي حاجه كنلقاها الا هذاك ديال السكراب علاش ما خديتوش، لانه ديجا عندي هذا، ولا طلبوا لي شي حد راه كناخذو ليه من الشركه كنصيفطو ليه مباشره عنده هذاك السكراب. السكراب الاخر اللي وريتكم في الفيديو راه نخليكم الفيديو في صندوق الوصف، هو زوين صراحه، غير هو كما قلت لكم ملي عاد كندير هذا ما بقيتش طلبت الاخر. وان شاء الله ناويه خرجت واحد الباك زوينه كيعاودوا عليها زوينه بزاف، البنات جربوها وعاودوا كيعاودوا عليها زوينه. ان شاء الله ناويه من بعد ما تقاد لي هذا الشيء ناويه ناخذها ونجربها حتى هي ان شاء الله. لخديتها راه نقول عليكم وغنرد عليكم الخبر. بالنسبه للتونر اللي كندير يعني مره كنديرو هذا حتى هو زوين ديال فوريفر بلانسيت تونر، هذا بحال الشكل ديال الموارد ولا تونر ملي كتديري مثلا شي ماسك ولا كتمسحي الماكياج ديالك ولا المهم اخر حاجه كتمسحي به حتى هو زوين، هو اللي عاد كندير. بالنسبه يوميا اللي كتغدى خارج الشمس ملي كنمشي للبحر اشنو كندير لوجهي، كاين هذا بروتكتين داي لوشن زوين، حفتي هذا رائع جدا. باش كيعجبني ملي كديريه كيعطيك واحد البياض في وجهك زوين، يعني ماشي بياض خايب، يعني كيبيضك بواحد الطريقه يعني طبيعيه زوينه. وهذا هو اللي كندير غالبا ملي كنكون خارجه، بعض المرات كندير معاه هذا، بعض المرات كندير هذا بوحدو. هذا حيتاش كيجيني الملمس ديالو رطب، بعد ما كنبغيش نقبع هذا. انا نوريكم كيفاش الشكل ديالو، هذا كريم بحال كنوريكم لكم على وجهي ملي كدهنوه، يعني كيبغي شويه الخاطر ديال الدهين باش تبقاي تدهني، كيبغي شويه انت هكا كدهني. بعد ما كنكون زربانه باش نبقى ندهن باش كيكون وجهي كله كنعكز عليه كندير هذا كيجيني ساهل، مع كيكون الملمس ديالو ملس على الاخر. تنوريه لكم شتي هذا ضايا كيخبر، شوف
هي كيغبر. فملي كنكون زربانه كنقدر ندير غير هذا، الا كتغادر البحر ولا شي حاجه كنديرهم بجوج، يعني كتغادر شي بلاصه غادي نضرب فيها الشمس النهار كله كنديرهم بجوج كنديو معايا كنكمر مره نعاودهم. هذا زوين زوين صراحه، ما عندي ما نقول عليه غزال. كي يدير الوقايه للوجه، واصلا سميتو بروتيكت داي لوشن، وكذلك كيعطي واحد البياض للوجه زوين. كل مره صاحبتي نعيمه كانت عندي فاش كنا غادي لابيسين وكانت عندي في البيت بركه معايا، وانا كنوجد راسي باش ننزلو ودرت هذا. يعني ملي من بعد ما درت كتقول لي ايمان شنو درتي لوجهك، قالت لي اختي وجهك تغير، قالت لي ملي درتيه يعني بان واحد الفرق في وجهك. قلت لها ها هو اللي درت، قالت لي زوين، قالت لي راه تعطيك واحد النتيجه زوينه. كنتمنى تشوف هذا التعليق، كنتمنى تشوف هذا الفيديو وتخلي التعليق وتاكد لي على كلامي. والله زوينه البنات. شنو بقى ما وريتكمش شنو كندير، حيت كتسولوني شنو كندير. المهم بقى ليا هادو وقال هاد الجوج، صافي الشيء الاخر وريتو لكم. هذا البنات مره كنديرو، ما نقولش لكم تبعه، ولكن هذا زوين زوين، يعني كيشكروه الناس وحتى انا كنلقى عليه نتيجه انا ملي كنتبعه. وعما تركز عتي بعض المرات كيجيك الحكز ديري شي حاجه واخا كتعرفي عندها النتيجه كيجيك عليها الحكز. هذا سميتو ايبي بلون، هذا كيبيض البشره، يعني الا تبعتوه الا تبعتوه كي الناس اللي ما عندهم حتى شي مشكل وداروه على وجههم كلهم مثلا كل نهار بالليل قبل ما ينعسوا يديروه، كيحكي كتبيض البشره كيبيض. هذا كريم ديال التبييض، ولاش كيليق عاوتاني؟ كيليق للناس اللي عندهم نقط البقع السوداء، عندهم البقع السوداء في وجههم ولا عندهم الكلف، كيقدروا ما يديروش على وجههم كلهم، كيديروا غير في البلاصه فين كاين عندهم هذاك البقع السوداء ويتبعوه. يعني خصو يتبع، يعني ماشي تقولي تقادي وحده صافي غادي تشوفي النتيجه، خصك تتبع، يعني خصك ديك حتى ثلاثه تكملي حتى ثلاثه من هادو عاد تبان لك النتيجه. يعني غير باش نكون صريحه وما نقولش لكم شي حاجه راه عاد ديروه النهار الاول راه تشوفوا النتيجه. وبالنسبه للبنات اللي غيكونوا متبعين ويوميا يوميا كيديروا على وجههم كلهم راه ضروري يشوفوا النتيجه. انا راه كندير مره وكنشوف النتيجه صراحه. هذا اي كريم اويكنين اي كريم، هذا كيليق لتحت العين، كيحيد الهالات السوداء، كيحيد داك الخطوط الرقيقه ديال التجاعيد، وكيدار من فوق العين كذلك. يعني هذا خاص بالعين التجاعيد والخطوط الرقيقه ديال التجاعيد، حتى هو زوين صافي. المهم كاين شي كريمات هنا ما بقيتش كنديرهم، يعني بحال كتقول حاجه كتجي كضرك حاجه، هذا راه باقي عندي منه حتى هو زوين. هذا كيتخلط مع واحد الماسك في فوريفر، ما نقولش لكم كنديرو ولكن كيشكروه الناس حتى هو. انا ما بحال تقولوا هذا جا في بلاصتو، يعني عاد كنمسح في هذا في بلاصتو. هذا وهذا كتوريتهم لكم في الفيديوهات الاولين، هذا راه بقى فيه غير شويه، هذا راه ما بقاش فوريفر، ما بقاش كيجيبوه ولا ديال اللي هادو هما اللي كتوريتكم في الفيديو السابق. ما كاينش الماسك اما نوريه لكم حتى هما، ولكن غدا نوريكم نحط لكم في الصندوق الوصف، غدا نحط لكم الرابط ديال الفيديو اللي كنت شرحت فيه كيفاش كنعتني بوجهي وشرحت لكم هادشي كله. باش نوريكم عاوتاني، هذا راه مقادي ليا، هذا زوين كتقدروا ديروه ماسك لوجهكم قبل ما تنعسوا. البنات اللي ما عندهمش مشكل في البشره وبغاو غير يعني بحال شكل استعملوا غير كماسك ديروه وتنعسوا به، زوين. هذا كيلك حتى للشعر، الشعر تساقط الشعر كيدار هو هذا زويني. وهذا زوين ديروه في الماسكات ديال الشعر، كنت شاركت معكم واحد الماسك ديال الشعر كدرت فيه هذا، كدرتو فواحد الفيديو كدرت فيه هذا، زوين هذا تساقط الشعر كيلك حتى للشعر هكا الجاف والمتقصف، حتى هو زوين. هذا راه مقادي ليا كندير حتى هو مره كندير به ماسك كندير وجهي وكنعس، حتى هو زوين. كيلك كذلك الكزيما، هذا الناس اللي عندهم الكزيما وعندهم مشاكل ديال الكزيما، انا ولدي نوح كانت عنده كزيما خذوتهم، يعني خذيتهم على كيبالو. هذا وهذا كيتخلطوا على كيبال الكزيما، ولكن ضروري من هذاك التريطمو ديال ديروا الصابونه والماسك وعاد ديروا هادو والسان سكرين، يعني ضروري هادو يكونوا معاهم. يعني الناس اللي عندهم مثلا الحبوب والناس اللي عندهم البقع السوداء كيديروا كما قلت لكم هذا، ولكن ضروري تما الصابونه والسكراب والماسك، يعني يديروا داك العنايه الاخرى باش تعطي النتيجه، يعني ماشي هذا بوحدو صافي. هادشي اللي كان البنات بالنسبه ديال اليوم، صراحه كنت ناويه نشارك معكم روتين ديال النهار كيفاش غادي يدوز اليوم
بديت لكم بالصباح فطور وداك ناويه نشارك معكم يعني اليوم تابعيني شحال من حاجه، ما نقدر ندير فيديو اخر. عرفتوا العيد قرب البنات، ما بقى ليه والو، بغيت ندور بالثلاجه حتى الثلاجه عندي مرونه حالتها. مؤخرا كنت مشغوله شويه، مشغوله مع هاد المشيه ديال بابا وتجهيز السفر ديالو، عاد كنحط فيها تاعت مرونه. الثلاجه الصغيره اللي عندي فيها العيد قرب غنبغي نديرو فيها اللحم وداك الشيء، حتى هي مطرطقه عامره، خصني ندور بها ونعزل كل حاجه نحيدها يعني كل حاجه نحيدها على يعني نشوف اشنو عندي فيهم ونرتبهم باش نبدا نستعمل، باش ملي يجي العيد نلقى واحد لي سباس فين نقدر ندير اللحم. ف ان شاء الله نقدر ندير لكم فيديو اخر، يكون هذا الفيديو كبح لان بالي ديجا طويل، فيه الشرح بزاف، فيه الهضره بزاف، نقدر نخليه مستقل. المهم هادشي اللي كان بالنسبه ديال الفيديو ديال اليوم البنات، كنتمنى تكونوا استفدتوا شويه. شاركت معكم الطريقه كيفاش كانت راسي هواجبي، شاركت معكم طريقه البنات. نصيحه ننصحكم، الا كنتو يعني كديروا تراسي هواجبكم يوميا، ما تراسيوش بالكريمات هادو، غير يعني هادو راه وريتهم لكم ديروهم غير بحال كان الا كنتو مثلا باغي تمشيو شي حفله ولا شي حاجه، ولا كنتو كديروا الماكياج مره. اما الا كنتو كديروا حواجبكم يوميا، ديروا البنات غير الاي شادو حواجبكم. هادشي اللي كندير انا، كندير غير الاي شادو حواجبي ولاحظت النتيجه، لان ما بقاوش حواجبي ما بقاوش خفاف كيف كانوا. انا جاي يا ولدي. نعم سيزو، انا نعطيك تسنى الدراري طالبات. فحسيت بالنتيجه، ما بقاش حواجبي يعني خفاف بالطريقه اللي كانوا قبل، حسيت انهم بحال نبتوا وعادوا، يعني واخا ما كنكونش متراسياهم ما كيبانوش ليا خفاف بزاف ولدرجه ما كيعجبونيش. هادشي اللي كاين، وشاركت معكم البنات كيفاش كندير، شنو المنتجات اللي كندير لوجهي. كان عندي اسئله في الفيديوهات الاخرى وكذلك في انستغرام. هادشي اللي كاين، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. الى عجبكم خليو لي لايك، ديروا شير الفيديو مع صحاباتكم وحباباتكم، دعموا القناه وخليو لي تعليق. التعليق البنات ضروري باش نعرف الراي ديالكم. سولوني شي حاجه لو بغيتوا تسولوني، بغيتوني نشارك معكم شي حاجه قولوها ليا. عندكم شي اقتراحات الفيديوهات اللي تبغوني نديرها معكم، شنو افكار اللي تبغوني نديرها معكم؟ والله البنات الاراء ديالكم كتهمني بزاف، كنحاول البنات قدر المستطاع نجاوب على التعاليق ديالكم. يعني ملي كيكون عندي شي سؤال في التعليق راه ضروري كنجاوب عليه، سواء في الفيديو سواء في التعليق نفسه. كنتمنى نكون نكون في حسن الظن ديالكم البنات. خلوا لي تعاليق بالاسئله ديالكم، نحاول نجاوبكم قدر المستطاع. المهم فهمت عليكم الهضره صافي، من طن 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 اليوم هضرت بزاف، ضني راسي 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 راسي. يلا سلام عليكم. Thank you.